صل يا أخي صل، صل ما دمت تستطيع أن تسجد. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إيش إلى السجود وهم سالمون. أنت كنت في الدنيا تقول لك أمك قم صل، أذن المذن، جالس على الريموت تشغل التلفزيون ولا تلعب جيم وجالس، قم إلى صلاتك، افزع إلى الصلاة، لأنه إذا جاء يوم القيامة وهذا المسكين ما صلى سيرى يوم القيامة سجود الشمس وسجود القمر وسجود الجبال والشجر والدواب والمسلمين، ويحاول يسجد ما يقدر، يحاول يسجد لا يستطيع، فيقال لك كنت تدعى وأنت سالم سليم معافى في راحة، وتدعى أن تسجد الله وتتكبر على الله، إما غفلة وإما سهوا وإما جحودا أيا كان. أنا عندي هدية ليك ولك، احنا الاشخاص اللي نضعف عن قيام الليل وعن عبادات الصعبة هذه، خذ الحديث هذا. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل ان يكابده، يعني قيام الليل، او بخل بالمال ان ينفقه، او جبن عن العدو ان يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فانها احب الى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. كتب ربكم على نفسه الرحمة، جاء في الحديث إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، كتب على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة كتابة تفضل من الله، ولا الله ما يوجب عليه أحد شيئا سبحانه، ولكنه يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وجاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، بها يتعاطفون وبها يترحمون، وبها تعطف الدابة على ولدها، وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم جل وعلا، سأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته.